السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا تنتواجه في سيد تهبيل بالله. تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون المرجعية في المكان. تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون المرجعية في المكان. لا تنسوش تشاركوا معنا في قناة زيتون المرجعية. بنات ولد رجل امرأة شاركوا معنا، تنبغيكم ماشي غير تشاهدوا، نبغيكم تشاركوا معنا في قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. تنحيي كل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. إذا تتواجدوا دابا في سيد تهبي بالله قليب سطات كاين فين ثلاثة الولاد وبرحمو. تتواجدوا عند هاد الكزار هنايا، عندهم شي حاجة مليحة، عندهم الغلبي والبكري. بعدكم شنو الماعز سي وشعيب؟ الماعز 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 كاين الماعز؟ ما كاينش ما كاينش. عندو الغلبي والبكري في الدوار ستة. شحال تتبيع هاد الغلبية؟ 11 مئة. 55 الغربي باش تبيعوها في ثلاث في اسمحوا لي سيد تهبيب بالله قليل صغير. تحياتي كل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو داخل خارج الوطن. والبقري بشحال تتبيعيها صاحبي؟ 55. كل واحد تيقول لي تمن خطرة. هاد الكبدة هاهو كذا. كانوا المشاهدين تيشاهدوا فينا انتوما، كل واحد تيقول لي تمن. واخا وهاد العمارة شحال تعتقد هاد العمارة تاعي؟ شحال؟ باش تبيعوا الكرة؟ 3400 جوجة 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 شفطة مصوبة وهاد الكفتة بشحال تتبيعوها؟ 80. شحال؟ 80 درهم. عمر ما كاينش، عمر ما كاينش، لا ما كاينش، عمر ما كاينش. تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان. هادو كانوا صديق عمر تيكون معك هنا ياك؟ صديق تاعكم ياك؟ تيكون راه هو اللي قال لي شي عندي. عندهم شي حاجه ممتازه من العجل، اللحمه الحمراء تاع العجل، تنوصيكم عليها المشاهدين قناه زيتون المرجان في المكان. تنوصيكم لا شي حاجه جوده، ولكن الشحمه بزاف كيفاش تيبان لك. هذا غير تحياتي في المكان، بنت ولد امراه رجل جميع مشاهدين قناه زيتون المرجان. ما تنساوش تشاركوا تما قناه زيتون المرجان، تبري تجيب لكم احسن مكان ان شاء الله بحول الله وقوته، باش يجيب لكم الناس اللي انت تاخذ الحامل، انت تاخذ الخضره اللي تعرف هذاك الشيء. تنجيبوا الجاليه المغربيه وصحاب المدن الكبرى واللي يدوز من شي بلاصه قريبه بحال سيد تهبيل بالله، ونشوف عند من يمشي وعند من يتوجه بالله، وهو ياخذ احسن، هو تيعرف تا هو احسن، تا هو يشوف اللي تليق بيه تا هو، ماشي مشكل. ماشي انا غير نقول تا غتشوف راسك وتشوف اللي يعجبك. تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهد، وتحياتي للسيد
رشيد من الخبيسات، وتحياتي للسيد هشام ولدو بدر من ايطاليا المتبعين لنا وكانوا اصدقائنا وباقين، والسيد سمير في فرنسا تحياتي ليه قويه، وتحياتي كل جاليه المغربيه في المكان في امريكا هولندا في الانجليز اي دوله في العالم، كاينين احبابتنا وكاينين خوتنا وصحابنا وباغين ما يزيد عليه، باغين بزاف اصحاب الخوت والحباب باغينهم وما يزيد عليه. كان سمير عزيز علينا وكان رجل عزيز وكبير عزيز علينا وكلكم عزيزين علينا، غير هو ما تشوفوش كم يطير تيجاوبوا نلقاو بجاوبوا علينا، شي واحد يغلط فينا ويغلط في هذاك الشيء اللي تنكتبوا ولا تنجيبوا تيجاوبوا. السيد سمير من فرنسا تحياتي ليه قوية، وتحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان. شحال؟ 500 راس. كيف كيف؟ اش ديري في السن هادو؟ وري نشوف. السن الحليب والاخر؟ السن الحليب. السن الحليب. السن الحليب. تنجيو عندهم الحريفية هادو. شي حاجة رفيعة، كلمة تعرف شحمة تعرف غير فيها. كلمة تقول شحمة هي. الله يحفظك كي دير. ها هو بس كنت مشاهد ومصور. وين الحاج؟ كنت مصور وكنت مشاهد. تحياتي لكل مصور ومشاهد. ياك ديما تشوف قناة زيتون مرجان؟ ديما تشوفها. كيفاش تيبان لك هذاك؟ المهم انت من داكشي علاش كدير الفيديوهات كيحبوني ياك؟ تنحول لك اسواق الاسبوعيه كامله. عرفوا الميكرو كاين طلعتها دير غير بهذه. تحياتي لك وتحياتي كل مشاهد قناه زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. شحال باتي الحب الراس؟ 40 درهم. 40 درهم بالشحمه تاعته ولا مخلط ولا بلا تخلط؟ مخلط 700. 100 درهم بيناتهم؟ 100 درهم. كذبت عليا. لا قول لي كلام المعقول. 40 درهم بوحده 700 مع شويه المجمل. هيدا العظم. هيدا العظم. 100 درهم. 100 درهم. نصور مع الناس تلوم. شوفوا هاد السيد اش تيقول للمجاهدين قناة زيتون مرجان. 800 قلت. وهاد قليش تزيد. شحال؟ 400. بلا حاجه 600 حرفيه مع هرجه و هرجه وكرش 600 بغيتي مع شويه المسامات والشحيمه 400 وهاد الكبده تبارك الله كبده القلب 100 درهم مع شويه الوسي 70 درهم وبلا كبده القلب 100 درهم مع شويه الوسي 70 درهم كبده القلب 100 درهم وشويه الوسي 70 درهم عندك تكون قاطيع تصلوا في الناس لا جا عندكم شي مجاهد تلاو بيه يلا الناس تصاروا معنا اي ناس يلا الله يسهل لك عاوتاني جينا عند هذاك اللي زميم اللي سميتو في السي الذهبي والملاح تيقولوا لي زميم عاوتاني جينا عندو جيت عندو الحد وجيت عندو اليوم كاين هاد الخيرات عندو تبارك الله هنايا اللحمه حمراء واللحمه زينه هذا هو هاد الراجل تيتسمى زميم معروف هنايا اللي قلنا الكفته ما ديرش ليها الطواف ولا لا لكن خدامه جات على غفله لا جات شي حاجه غير بغيت نشوف المشاهدين اما تيديرش شي طاول فوق ولا شي حاجه النوع ها من الطابله للميزه الطابله للماكينه الماكينه الماكينه الشوايه ها هذا هو اللي بغيت داكشي ناضي داكشي القليل نوري المشاهد قناه زيتون مرجان هذا الرجل هو اللي جيت عنده نهار الحد وعقب جيت واحد السيد توا قال لي حدايا دير جيب هادي توا كان صديق تاعنا وتنعرفو في الرحبه نعرفو في الاسواق الاسبوعيه بالمملكه المغربيه تنعرفوهم تيكونوا تما نعرفو باش ياخذوا نعرفو باش شنو هاد الزبايم راه تياخذوا عنده تبعيه وشريه والحريفيه تيجيو عنده هنايا ياك صحاب بطوار الدار بيضا يكونوا دايزين من هنا تيجيو عندك ياك ياك هدرهم وتسمعوا المشاهد اللي غادي جو لا
ولا أربعة جول ثلاثة جول شو الحريف يجي الكسر هل بيجا وشريا هذا هو والعروب يجي المواطنين قالوا هنا وكل شيء مرحبا اللي ملين ما جا مرحبا مرحبا فيه دي الحيطات نادين ومشي أيوة هد بارك الله على الحمد والخويا بخير المشاهد يبقى نفسيت المرشاد في ما كنت تحياتي لك بنات ولاد مرأة رجل تنحييك داخل الوطن أو خارج من الوطن وتنحيي الجالية المغربية في المكانة في أمريكا فيها في المكانة في العالم كما نقول لك أسمية وسمحوا لي لما تكرش سميتو يسامحني أفاك المشاهدين لما تكرش سميتو يسامحني حيث عندنا أسماء كوتور واللي فكرني شي كوميطير ولا شي حاجة راه نذكر سميتو عفاكم سمحوا لي اللي ما ذكرت سميتو شويه هاد شويه جينا تهز الوقت هاد السي بعدكم كانت هاد شويه عند الزباين تاعي هاي الطواجن تبقى مرضيه الطواجن شتين جوزه اجوج لي بقاو القهوه هادوك الطواجن نخدموا الا بالنهار غنجي انا كانوا قاويين لا حتى كيكملوا الطواجن ما كيتخدموش في الليل يا تربيو عين مالي بيو عين عيطي لكم التليفون ولا التليفون لا معي انا هنا التليفون مصوبينهم اليوم كانوا هاد الناس هنا في سي الذهبي في الملاح ياك هذا كان الشوا بسي الذهبي بالملاح هذا الشوا شحال تقريبا في هذاك الصيص نص بهيمه شحال تقريبا يكون فيه 3 كيلو جوج ونص جوج ونص هو شي حاجه بدريه صغيره هذاك الشيء اللي غطيب ياك الشوا حمر هذاك الشيء كان صغير نص بهيمه قال لك تيدير 3 كيلو ولا جوج ونص الله يرضيك ما تقدرش عبري هنا مرحبا عبري نشوف شحال فيه غير نشوف شحال فيه ما غنشريش مرحبا بك لا اسمح لي بالله المشاهد يقولوا المشاهد راه ما باغيش يشريو راه غير بغينا نشوفو شحال فيه؟ يصعبوا لي تناكل الشواء هذا راه تحياتي كل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان زيد هذا هو لا 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 بغيت تغرق لي شحال قلتي فيه؟ جوج ونص المشاهد قناة زيتون المرجان هاتم شي حاجة رفيعة تاع الشواء هنايا هادي هيما صاينه تاع هي شحال تقريبا يكون فيها 5 كيلو 5 كيلو 6 6 كان شويه شي حاجه بدريه اللي غطينا في الفرار بنفتيه ياك طري هذا هو نقول المشاهد قناه زيتون المرجان لكن تمسي الذهبي والملاع عند هاد الشوا تاع الصميم وهاد الروس شحال شحال هاد الروس 50 درهم بالمخ ديالو بالمخ تاعو صايب طايب في الفرار داك الشيء نعم بخر مصوم مريكر مشاهدي قناة زيتون المرجان تحياتي لكم في المكان الغنمي الغنمي والماعز انت تكون عندك الغنمي والماعز الغنمي والماعز كاين اللي ما ياكلش غنمي كاين اييه واخا ماشي مشكل كذا المشاهدين قناة واخا ندي لكم هاد الشيء وانت تشاهيكم تحياتي لكم كبيرة شكرا لكم كان هاد الشيء وسيم هذا سيد الحاج كيلوش ها تاع الملح والكابون هنايا في سيد الذهبين كيسان هادي في كيما القهوة تاع الزبايم ياك تاع الزبايم يا زبايم اييه هاتي واحد الشيء خيرات يا الخبز هادشي هادي خبز الصديق تاعنا وقال لي حادي انت شوية انا هو اللي مكلف دابا هنايا بالكونتوار مكلف بالعثمينة ديال الخلاص الانسان ملي كيجي يخلصني كنهز هاد الورقة هادي وكيقول لي شحال ديال الخبز كيجي السبادي كيقيد الخبز شحال كيشوف الحتمينه لراسو كيقول لي عندي متلة براد كبير كنقيد براد كبير 10 دراهم كنقيدها بالريال ماشي بالفرار كلها بالريال ماشي مشكل المهم باش يفهمني هذا البريق هذا صغير كيدير 6 دراهم كنقيد 120 ريال كنقيد حتمينه قدامه يعني الانسان اللي ما كانش يحمد حاله شاد كان يعطيو هاد الماء ديال البيع عندكم الماء تاع البيع المعدني راه كاين ما كنحبسوش حنا عليه حنا اول مره كنعطيو الماء ديال البيع كيقول لك جيب لي الماء المعدني كنعطيو كل واحد واستطاعه ديالو هذا اللي كان المهم هاد البراد هذا فيه 7 كيسان كيدير 10 دراهم 10 دراهم
المهم الخبز جوج خبيزات كيحطنا حنا مول الفران جوج دراهم جوج خبيزات بجوج دراهم كل خبزه بدرهم كنحسبوهم حنا ب 25 ريال يعني حتى 5 ريال الخبزه الا شرب شي حاجه كنعبروا حنا كنبيعوا الكيلو عرفت عرفت تيعرفوا المشاهدين حتى هما المهم عندنا سيدي هذا بوي هذا ديال الكوزينه حنا اللي كان طوموندي يعني السيد كان بغى براد بالشيبه او بالنعناع كان طوموندي عليه بغى براد سيباري يعني بلا سكر كان طوموندي عليه كان بلا سكر هاد الكيسان هادو انا اللي كنراقبهم يعني الا بانت لنا شي عامره في شي كاس كنردو كنترسم ما عليكش برافو عليك كان هذاك الشيء كان هذاك الشيء نقي هنايا يعني هذا الملح والكمون انا اللي كنتكلم بها الملح والكمون يعني الملحه ماشي مهمه الملحه رخيصه يعني هذا الملح ملي كتجي عند الناس كياكلو كيردوا لي هذه السوطاسه هذه كنخوي هذيك الملحه كنحيدها تدير ملحه وكمون اخر كندير لهم ملحه وكمون اخر يعني عندي السوطاسات عندي داك الشيء الحمد لله موجود ما عندي ما نقول وداك الشيء كيتقان شويه العتمينه في هذا الملح كتقام رخيصه ما عندي ما نقول يعني دابا السيد باش كنعطيو حنايا فوطه كل واحد كيمسح فيها انا مجرد غير الكارت راسي فهمت انا كنعطيو الكارت هذا هذا الكارت هذا كل واحد ياخذ القدر ديالو واحد جوج اللي بغى مفهوم 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 اربعه كياخذهم مفهوم ما عندي ما نقول ما عندي ما نقول ما كنعطيش نستنى فوطه كنمسح فيها هذا ومسح فيها هذا وكنمسح فيها لا كنعطيه كان فعلا مزيان هذا هذا عندنا دابا الكيردو انا سادو من هنايا فهمتي باش ما يلحقش السيد ويدخلو هنايا الله يرضي عليك يعني كيدير بحال ناقه ما عليكش برافو عليك يخرج عنده عود واحد الله يرضي عليك بقى جوج كياخذهم اي ياخذ هذاك الشيء اللي جوج كياخذهم فهمت باش تكون داك الشيء فيه نظافه واحترام ما عندي ما نسال ما عندي ما نقول هذا مشهور بالزميمية لان هذا مشهور بالزميمية يا زميم وكيعرفوه كلهم مغاربه اللي خارج الوطن واللي داخل الوطن اللي تيدوزوا على سي الذهبي اللي تيدوزوا على سي الذهبي والملاح الطريق الوطني رقم الطريق الوطني رقم 11 من المنطقه من بني ملال في الدار البيضاء معروف زميم السلام عليكم السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.